بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الباوربوينت فيديو سيكشن ده هنتكلم عن موضوعين. اولا البيوكيميكال رياكشنز او التفاعلات الكيميائية، وبعده الموليكولار دياجنوستيك تكنيكس او طرق التشخيص الجزيئي. نقصد بيها التشخيص بالتعرف على الحمض النووي للمايكرو اورجانيزم سواء كان دي ان ايه او الار ان ايه. قبل ما نبدأ نتكلم عن البيوكيميكال رياكشنز بالتفصيل المكرر عليكم، لازم نوضح ان اي تشخيص او دياجنوزيس بينقسم الى جزئين، اما كلينيكال دياجنوزيس او لابوراتوري دياجنوزيس. كلينيكال دياجنوزيس بيراد بيه الاعراض او السيمبتومز اللي العيان بيجي يشتكي بيها، والساينس او العلامات اللي انا بشوفها عليه. يبقى سيمبتومز اند ساينس ايكوال تو كلينيكال بيكتشر. تاني شق في التشخيص بعد الكلينيكال بيكتشر هو اللاب دياجنوزيس، واللي يهمنا بشكل اكبر على مستوى المايكروبيولوجي. واي مايكروبيولوجيكال لاب دياجنوزيس بيتكون من 7 ستيبس، 7 خطوات زي كده الاسبوع، ما هو 7 ايام. السبعة دول هما السامبل يعني العينة، ودي بناخدها من السايت اوف انفكشن. شخص عنده نزلة معوية زي الجاسترو انترايتس، يبقى هاخد منه سواء كان العينة تبقى ستول او فومتس. بعدين فيلم يعني هحط العينة على شريحة واشوفها تحت الميكروسكوب واشوف شكل الميكرو اورجانيزم. بعدين كلتشر يعني ازرع الميكروب واشوف الجروث بتاعه ايه خصائصه. بعدين بايوكيميكال رياكشن اللي هو درسنا النهارده، درسنا الاول النهارده، وده بنكشف بيه عن الانزيم او خصائص معينه البكتيريا دي بتبقى موجوده عندها بتختلف عن بكتيريا تانية. بعدين السيرولوجي، وده بنكشف بيه عن انتيجين او انتيبادي. بعدين مولكولار دايجنوستكس، وده درسنا التاني في السكشن النهارده. واخيرا الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي تيست، وده بشوف بيه ايه المضاد الحيوي المناسب للميكروب ده. ودي كانت مقدمة لابد منها علشان نشوف الصورة بشكل كامل من فوق قبل ما ندخل في التفاصيل. طيب البيوكيميكال رياكشنز بنستخدمها في التعرف على البكتيريا اللي عزلناها او عملنا لها ايزوليشن. ونقصد ببيوكيميكال رياكشن يعني نعمل ديتكشن لانزيم معين بروديوست باي بكتيريا زي الكاتاليز، الكواجوليز، الاوكسيديز، او ميتابوليك اكتيفيتي معينه بتميز البكتيريا دي عن غيرها زي الشوجر فيرمنتيشن اللي هو طريقه من طرق الميتابوليزم عشان البكتيريا تقدر تطلع طاقه. وهنستعرض دلوقتي اشهر البيوكيميكال اكشنز المستخدمه في الميكروبيولوجيكال لاب دياجنوزز. 7 والثامن عباره عن تجميع. اول بيوكيميكال اكشن عندنا هو الكاتاليز تيست، ونقصد بيه ان نشوف هل البكتيريا دي بتطلع كاتاليز انزيم ولا لا. طيب ازاي هكشف عن الكاتاليز انزيم؟ الكاتاليز عنده القدرة انه يحول ال H2O2 او مية الاكسجين ل H2O اللي هو مية زائد O2 يعني اكسجين. يبقى اكسجين جوه مية يعمل لي بابلز او فوران اللي هو يعني بنسميه افرفيسنس. هعمل التست باني اجيب سلايد او شريحة واحط عليها لوب اوف مايكرو اورجانيزم كولوني، جزء من البكتيريا اللي طلعت في الكالتشر ميديا، واحط عليها نقطة من ال H2O2. لو حصل عندي الفوران وشفت البابل، يبقى معناها ان التست ده كاتاليز بوزيتيف، يعني البكتيريا دي بتطلع الكاتاليز انزيم. مفيش حاجه يبقى كاتاليز نيجاتيف. اهم واشهر بكتيريا بتطلع الكاتاليز انزيم هي الستافيلوكوكاي، ودي واحده من اهم الطرق اللي بنفرقها بيها عن بكتيريا تانية اسمها الستريبتوكوكاي. ستاف فيها حرف الاي يعني كاتاليز بوزيتيف، كاتاليز فيها حرف A، ستاف فيها حرف A، استريبت فيها حرف E يبقى نيجاتيف عشان نحفظه ما نلخبطش. تاني بايوكيميكال رياكشن عندنا هو الكواجوليز تيست. هنكشف ازاي ان البكتيريا دي بتطلع الكواجوليز انزيم ولا لا. هنجيب تيست تيوب بنحط فيها بلازما، وبعدين نضيف عليها جزء من البكتيريا الكولونيز. لو البكتيريا بتطلع كواجوليز انزيم يعني كواجوليز بوزيتيف، هنلاقي ان الكواجوليز انزيم ده عمل كواجوليشن للبلازما، يعني حولها من الحاله السائله للحاله الصلبه زي ما واضح في الصوره. واشهر مثال على البكتيريا اللي بتطلع الكواجوليز انزيم وتعتبر كواجوليز بوزيتيف هي الاستافيلوكوكاس اوريوس. الاستافيلوكوكاي اللي اتكلمنا عليها من شويه انها كاتاليز بوزيتيف، عيله كبيره بتضم تحتها سبيشيز مختلفه من ضمنهم الاوريوس. يبقى الاستافيلوكوكاي بعد ما عرفنا انها كاتاليز بوزيتيف، جينا نفرق بين السبيشيز بتوعها المختلفين بالكواجوليز تيست، فطلع عندنا ان الستافيلوكوكس اوريوس كواجوليز بوزيتيف، والاذر ستاف هيبقوا كواجوليز نيجاتيف. تالت بايوكيميكال رياكشن معانا هو الاندول برودكشن تيست.
ومن اسمه بنشوف قدرة البكتيريا to produce indole عن طريق انها تعمل decomposition للتريبتوفان امينو اسيد. هنعمل التست بان نجيب برضو جزء من البكتيريا الاورجانيزم كولونيز ونعمل لها inoculation او نحطها يعني في تيست تيوب فيها بيبتون ووتر، والبيبتون ده يعتبر digested protein. والتيست تيوب اللي فيها بيبتون ووتر وعملنا انوكيوليشن للبكتيريا الاورجانيزم فيها هنسيبها ليله كامله، ونيجي اليوم اللي بعده نضيف عليها فيو دروبز اوف كوفاك ريجنت ونبص لو البكتيريا عملت برودكشن للاندول هنلاقي ريد رينج في التيست تيوب، لو مفيش اندول يبقى هنلاقي كلرلس رينج بدل الريد رينج زي ما في الصورتين اللي تحت. رابع بايوكيميكال رياكشن هو الاوكسيديز تيست، وبنشوف هل البكتيريا بتطلع اوكسيديز انزيم ولا لا. بنجيب فلتر بيبر ونعمل لها امبريجنيشن او ساتوريشن وذ اوكسيديز ري ايجنت، وهنحط عليها جزء من البكتيريا الكولونيز ونشوف لو البكتيريا بتطلع اوكسيديز انزيم يعني اوكسيديز بوزيتيف هتعمل دي كومبوزيشن للاوكسيديز ري ايجنت وتدينا بيربل كلر زي ما في الصوره اللي تحت. خامس بايوكيميكال رياكشن معانا هو الستريت يوتيلايزيشن تيست، بنشوف قدرة البكتيريا انها تستخدم الستريت يعني تعمل ستريت يوتيلايزيشن كمصدر رئيسي للكربون ليها. وعندنا مثالين دايما بنحب نفرق بينهم، الايكولاي ما بتعملش ستريت يوتيلايزيشن as a sole source for carbon يعني ستريت نيجاتيف، وبيبقى لون التست تيوب عندنا جرين. اما الكليبسيلا بتكون ستريت بوزيتيف والتست تيوب بيبقى لونها بلو. كليبسيلا فيها حرف بي، بوزيتيف فيها حرف بي، بلو فيها حرف بي عشان نفتكر، والصورتين موجودين تحت. سادس بايوكيميكال رياكشن هو اليورياز تيست، بنشوف هل البكتيريا بتطلع اليورياز انزيم ولا لا. لو هي اليورياز بوزيتيف فهي بتطلع يورياز انزيم زي بكتيريا اسمها بروتياس. اليورياز انزيم ده هيعمل سبليتنج لليوريا ويعمل ريليز للامونيا منه اللي بدورها بتخلي البي اتش بتاع الميديا اللي في التست تيوب الكالاين، فلون التست تيوب يتحول من اللون الاصفر للون البينك، يبقى تست تيوب لونها بينك معناها انها يورياز بوزيتيف. ومثال على ده البروتياس بكتيريا، والصورتين تحت، يلو يبقى يورياز نيجاتيف، بينك يبقى يورياز بوزيتيف. سابع بايوكيميكال رياكشن هو الشوجر فرمنتيشن تيست او رياكشن، وهو نفس الكلام اللي في درس الكالتشر ميديا ات شوجر ميديا، فكون ان البكتيريا بتنمو وتعيش في كالتشر ميديا فيها شوجر فده يعتبر كالتيفيشن، وكون انها في الميتابوليزم بتاعها بتقدر تعمل فرمنتيشن للشوجر وتطلع منه اسيد بلس ماينس جاز فده يعتبر بايوكيميكال رياكشن برضه. بنجيب تيست تيوب فيها بيبتون ووتر زائد 1% اوف تيستد شوجر زائد 1% اوف اندرس انديكيتور، وده بيبقى ملوش لون لما البي اتش بتاعه بيكون الكالاين، لما البي اتش يتغير للاسيديك بيتغير اللون بتاع الانديكيتور للون البينك او الريد. وجوه التست تيوب فيها تيوب اصغر مقلوبه اسمها ديرهامز تيوب، الهدف منها لو البكتيريا عملت فرمنتيشن للشجر وطلعت جاز مع الاسيد هنلاقي الجاز بابل اتجمعت فيها من فوق. وفي احتمال من 3 احتمالات، اما البكتيريا مش هتعمل فرمنتيشن للشجر هنلاقي التست تيوب كلرلس زي الصوره الاولى على الشمال، اما هتعمل فرمنتيشن وتطلع اسيد بس من غير جاز هنلاقي التست تيوب لونها بقى ريد اور بينك، بس الدرهمز تيوب ما فيهاش جاز بابل زي الصوره اللي في النص. اما هتعمل فرمنتيشن وتطلع اسيد بلس جاز هنلاقي التست تيوب لونها اتغير للون الريد او البينك، والدرهمز تيوب المقلوبه فيها جاز بابل فوق زي اخر تست تيوب على اليمين. اخر حاجه معانا في موضوع البايوكيميكال رياكشن في سيكشن النهارده هو الاي بي اي او الاناليتيك بروفايل اندكس، وده يعتبر مجموعه من البايوكيميكال رياكشنز بيبقوا افيربل مع بعض في صوره ستريبس ممكن نعملهم للتستد بكتيريا بدل ما كل بايوكيميكال رياكشن متحضر لوحده زي السبعه الاولانيين. قبل ما ندخل على الجزء الثاني من سيكشن النهارده، دي مجموعه من الابلايد كويستشنز ممكن تختبر بيها مدى استيعابك لجزء البايوكيميكال رياكشنز.
تاني موضوع معانا في سيكشن النهاردة هو الموليكولار دايجنوستيك تكنيكس أو طرق التشخيص الجزيئي، وزي ما وضحت في البداية خالص نقصد بيها الطرق اللي بنكشف بيها عن النيوكليك أسيد أو الحمض النووي للمايكرو أورجانيزم. There are three molecular diagnostic techniques. الأول البوليميريز تشين رياكشن أو تفاعل البلمرة المتسلسل، واختصارا بنطلق عليه ال PCR. الثاني الريال تايم بي سي ار. الثالث نيوكليك اسيد بروبس، وهنوضح كل واحد بالتفصيل. اول تكنيك عندنا هو البي سي ار او البوليميريز تشين رياكشن. ايه هي البرنسبل او فكره البي سي ار؟ فكرته ان كل مايكرو اورجانيزم انا بدور عليه او عاوز اعرف هو موجود في العينه دي ولا لا، ليه سبيسيفيك نيوكليك اسيد سيكونس، ليه هو بس بيبقى معروف عندنا اوريدي لكل مايكرو اورجانيزم. طيب النيوكليك اسيد سيكونس ده عباره عن مجموعه من النيوكليوتايد، بجيب لهم انذر نيوكليك اسيد سيكونس كومبلمنتري او مكمل للتارجت سيكونس بتاع المايكرو اورجانيزم ده اللي انا بدور عليه اللي مش موجود غير فيه. فلو السيكونس الكومبلمنتري اللي انا حطيته له ده مسك فيه ولقاه، هيعمل له امبليفيكيشن او مضاعفه لمليونز اوف كوبيز تسمح لي بعد كده ان انا اكشفه. يبقى عندنا خطوتين كبار هنا، الاولى ان نعمل امبليفيكيشن تو تارجتد نيوكليك اسيد، وده بنعمله في جهاز بنسميه ثيرمال سايكلر، واسمه جاي من وظيفته انه بيغير درجات الحراره بما يلائم الخطوه اللي هيعملها عشان يساعد ان الامبليفيكيشن للتارجتد نيوكليك اسيد يحصل. الخطوه الكبيره الثانيه ان نكشف عن المايكرو اورجانيزم نيوكليك اسيد امبليفايد كوبيز، او اللي بنسميها بوست امبليفيكيشن ديتكشن، وده بيحصل في جهاز تاني هنقوله. طيب عشان نعمل الخطوه الاولى الكبيره اللي هي الامبليفيكيشن اوف تارجتد نيوكليك اسيد سيكونس اوف ذا مايكرو اورجانيزم، هحتاج زي ما قلنا التمبلت او التارجتد نيوكليك اسيد سيكونس، هحتاج كمان البرايمرز، ودي عباره عن اوليجونيوكليوتايد بتبقى كومبلمنتري للنيوكليك اسيد سيكونس ده، او بتمسك يعني في الفلانكين ريجون او الجوانب بتاعت التارجتد نيوكليك اسيد اوف مايكرو اورجانيزم اي سيرش فور، وهم بيبقوا اتنين برايمرز. هحتاج كمان لمواد البناء اللي ببني بيها الكوبيز اوف تارجتد نيوكليك اسيد اللي هي النيوكليوتايد، وهحتاج لعامل البناء اللي هو الدي ان اي بوليمريز انزيم، وده بيكون ثيرموستيبل بيقدر يشتغل في جهاز الثيرمال سايكلر، وكمان بضيف له بفر بيساعد ان الدي ان اي بوليميريز انزيم ده يقدر يشتغل بكفاءه. جهاز الثيرمال سايكلر اللي هيحصل فيه خطوات الامبليفيكيشن فيها فتحات او ويلز، بحط فيها الانابيب اللي بنسميها ابندورفس، بحط فيها العناصر اللي قلتها كلها دي. بعد كده الجهاز بيعمل 3 خطوات عشان الامبليفيكيشن يحصل، هنوضحهم ببساطه في السلايدز اللي بعد كده. يبقى الـ principle الـ PCR is used to amplify a specific DNA target sequence lying between known positions اللي هم الفلانكس on DNA molecule to form millions of copies of this desired sequence. A pair of single-stranded oligonucleotide primers with sequence complementary to the flank regions of the target sequence must be used. The reaction is performed in the thermal cycler in the presence of thermostable DNA polymerase. ده مثال للنيوكليك اسيد سيكونس المايكرو اورجانيزم انا عاوز اعمل له دايجنوزز. الجزء اللي في النص ده التارجت سيكونس او التمبلت اللي انا عايز اعمل له امبليفيكيشن، اما الاطراف دول اللي هم الفلانك ريجون واللي المفروض البرايمرز اللي انا ضفتها تمسك فيها عشان تساعد في خطوات الامبليفيكيشن اللي هتحصل في جهاز الثيرمال سايكلر. طيب عندنا 3 خطوات عشان نعمل امبليفيكيشن للتارجت نيوكليك اسيد في جهاز الثيرمال سايكلر. اول خطوه هي الدي ان اي ديناتوريشن، واقصد بيها ان الدبل ستراند اوف نيوكليك اسيد اوف مايكرو اورجانيزم اي سيرش فور هنعمل لهم بريك لتو سنجل ستراندز، يعني هكسر الهيدروجين بونز اللي ماسكه بين التو ستراندز. في الخطوه دي جهاز الثيرمال سايكلر بيرفع درجه الحراره بتاعته ممكن يوصل حوالي 94 درجه مئويه. تاني خطوة بعد الـ DNA denaturation وبعد ما فصلت الـ double strand DNA لـ two single strands، خطوة الـ primer annealing، ومن اسمها الـ two primers أو الـ pair of primers، واحد forward والتاني reverse اللي أنا ضايفهم في جهاز الـ thermal cycler، المفروض هيحصل لهم annealing، يعني يمسكوا في الـ flank regions of nucleic acid،
وبيمسكوا بالمناسبة في الثري اند بالفايف اند بتاعتهم زي ما هنشوف في الصورة اللي بعد كده. وعشان الخطوة دي الانيلينج تحصل، جهاز الثيرمال سايكلر بيقلل درجة الحرارة لحوالي من 45 ل 60 سليزيوس. ودي صورة البرايمر انيلينج زي ما وصفناها في السلايد اللي قبل دي. اخر خطوة عندنا في الامبليفيكيشن بروسيس هي البرايمر اكستنشن. ان عامل البناء اللي هو الدي ان اي بوليمريز انزيم يستعمل مواد البناء اللي هي النيوكليوتايد عشان يبني كوبيز من التارجتد نيوكليك اسيد تمبلت اوف مايكرو اورجانيزم، وده بيكون ان 5-3- دايركشن اواي فروم ايتش برايمر، وبالتالي هيكون عندي في السايكل 2 كوبيز. وترجع السايكل تتكرر تاني، دي ان اي ديناتوريشن برايمر انيلينج برايمر اكستنشن. زي ما قلنا بعد ما عملت امبليفيكيشن تو تارجتد مايكرو اورجانيزم من نيوكليك اسيد بحتاج ان اعمل ديتكشن ليه اللي هو بوست امبليفيكيشن ديتكشن، وده بيحصل في جهاز تاني اسمه اجاروز جيل الكتروفوريزيس. اجاروز جيل عشان الماده فيه هي الاجاروز عباره عن باودر بندوبه في ليكويد وبنضيفه في التانك ده اللي هو جهاز الاجاروز جيل الكتروفوريزيس وبنسيبه يبرد ويتجمد، والكتروفوريزيس علشان بنوصله بالكهرباء، والنيوكليك اسيد بيتحرك في الجل ده لما بوصله بالكهرباء وبيقف في الطريق اثناء الحركه بناء على الوزن بتاعه. وبنستخدم له صبغه مشعه اسمها ايثيديوم برومايد، يعني عشان اشوفها لازم تتعرض للالترا فايلت ريز. وده شكل الدي ان اي باند المصبوغه بالايثيديوم برومايد في النهايه بعد ما عرضتها للالترا فايلت ريز. ايه التطبيقات اللي ممكن استخدم فيها البي سي ار تكنيك او الابليكيشنز اوف بي سي ار؟ واحد، ممكن مابينج ذا هيومن اند اذر سبيشيز جينوم، يعني بندرس الخريطه الجينيه للانسان اند اذر سبيشيز ونشوف لو في مرض معين في ديستربنس ان سبيسيفيك جين وهكذا. ايزوليشن اوف ا بارتيكولار جين اوف انترست فروم ا تيشو سامبل، ممكن اعزل جين معين وادرسه برضه بالبي سي ار. جينيريشن اوف بروبس، وده بيبقى sequence of DNA. analysis of mutations، بنشوف لو في طفرات بان بعمل amplification to the sequence وبعد كده بدرسه. detection of microorganisms، وزي ما قلنا ان الـ PCR ده يعتبر واحد من اكتر طرق التشخيص الـ specific and sensitive for microorganism diagnosis، خصوصا ان في بعض الميكروorganism بيبقى النمو بتاعها بطيء جدا على الكالشر ميديا، زي ميكروب زي الـ TB ممكن يحتاج من 4 لـ 6 اسابيع عشان يديني ريزلت على الكالشر ميديا. اخر حاجه detection of microbial gene responsible for some aspects of pathogenesis or antibiotic resistance. تاني حاجه عندنا هو الريال تايم بي سي ار، نفس فكره البي سي ار اللي اتكلمنا عنه ولكنه كوانتيتيف، انما اللي فات بيعتبر كواليتيتيف، طريقه كيفيه بعمل امبليفيكيشن تو مليونز اوف كوبي بس مش بعدهم، لان لا بشوف في امبليفيكيشن ولا لا، انما الريال تايم بي سي ار انا بعد الكوبيز في نفس الوقت وانا بعمل امبليفيكيشن، وده ممكن استفيد بيه في بعض الامراض مثلا زي الهيباتيتس بي فيروس والهيباتيتس سي فيروس، لما بحب اعمل الفولو اب تو ذا بيشنت عن طريق ان انا اشوف الفيرال لود بتاع الدي ان اي اوف ذيس فيروس. اخر حاجه عندنا هو النيوكليك اسيد بروب، وده عباره عن فراجمنت اوف دي ان اي اور ار ان اي اوف فاريبل لينث، بيبقى عاده من 100 ل 1000 بيز لونج، وده بستخدمه عشان اعمل ديتكشن للبريزنس اوف سبيسيفيك نيوكليوتايد سيكونس في التارجت دي ان اي اور ار ان اي الكومبلمنتري تو ذيس بروب. والبروب ده عاده بيبقى ليبلد وذ راديو اكتيف ماتيريال اور فلوريسنت مولكيول علشان يسهل ان احنا نكشفه بعد لما يحصل الرياكشن بينه وبين الكومبلمنتري سيكونس، والرياكشن اللي بيحصل بين البروب والكومبلمنتري سيكونس دي في عمليه بنطلق عليها الهايبريدايزيشن او التهجين. ودلوقتي جه الوقت نحل مجموعه من الابلايد كويشن ونختبر مدى استيعابنا للدرس. بكده يبقى انتهى السكشن بشقيه الاثنين، البيوكيميكال رياكشن والموليكولار دايجنوزز. بالتوفيق ان شاء الله.